بخير يا صغار، أهلا بكم في قناة البريطانية. اليوم سنأخذ أسماء الإشارة. ما معنى أسماء الإشارة؟ هي عبارة عن كلمات أستخدمها للإشارة لشيء ما. يعني باللغة العامية أقول إيه؟ ده قلم. ده في اللغة العربية لا أستطيع أن أقول ده، أقول لا أريد أن أشاور على هذا القلم أقول هذا قلم. طيب أريد أن أشاور على الشباك هقول إيه؟ هذا شباك. أريد أن أشير إلى السبورة هقول هذه سبورة. إذن أنا استخدمت ألفاظ للإشارة على الأشياء وهي اسمها أسماء الإشارة، هذا وهذه. طيب أسماء الإشارة هذا وهذه فقط؟ لا، في أسماء إشارة أقدر أستخدمها للمفرد، وفي أسماء إشارة أستخدمها للمثنى أي ما دل على اثنين أو اثنتين، وفي أسماء إشارة أقدر أستخدمها للجمع. طيب هيا معي، يبقى أسماء الإشارة عندي هنا ألفاظ أستخدمها للإشارة لشيء إيه؟ ما، وهي ممكن الشيء ده يبقى مفرد أو مثنى أو جمع. طيب أسماء الإشارة اللي تستخدم للمفرد، طب أنا المفرد هنا عندي مفرد مذكر وعندي مفرد مؤنث، يعني زي ما عندي ولد لدي بنت، والولد هنا مفرد مذكر والبنت مفرد مؤنث. عندي اسم الإشارة هذا، هذا اسم الإشارة هذا بستخدمه للمفرد المذكر، إذن اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر. واسم الإشارة الثاني هذه، هذه بالهاء وليست التاء، هذه، وهذه تستخدم للمفرد المؤنث، وهذه تستخدم لإيه؟ للمفرد المؤنث. أمثلة، معلم، معلم مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد، أحسنتم. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذن المعلم مفرد مذكر، يبقى اسم الإشارة اللي هستخدمه مع المفرد المذكر هو هذا، هذا معلم. إذن هشير على المعلم وهقول هذا معلم. هدهد، هدهد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذن هشير على الهدهد وهقول هذا هدهد. ثعلب، كذلك ثعلب مفرد مذكر وأشير عليه وسأقول هذا ثعلب. قطة، قطة مفرد مؤنث، مفرد مؤنث لأنها دلت على شيء واحد ودلت على إيه؟ المؤنث لأنها تنتهي بتاء مربوطة. أشير على القطة وأقول هذه قطة، هذه قطة. هل يجوز أن أقول هذا قطة؟ لا، لكن هذه قطة. كرة، كرة، كرة تنتهي بالتاء المربوطة، إذن الكلمة مؤنث، وكلمة هنا كرة دلت على المفرد، وإذن كلمة كرة مفرد مؤنث أستخدم معها اسم الإشارة هذه، هذه كرة. طيب برتقالة، هذه دلت على برتقالة واحدة، وبرتقالة بها تاء مربوطة أيضا الكلمة مؤنثة ودلت على المفرد، فعندي كلمة برتقالة أشير عنها أستخدم لفظ هذه، هذه برتقالة. هناك أسماء إشارة يستخدم للجمع، لكن هناك نوعين. بص، عندي جمع عاقل وجمع غير عاقل. ما معنى جمع العاقل؟ اللي هو إحنا البني أدمين، معلمون، أولاد، بنات، أطفال، أطباء، طبيبات، مهندسون، مهندسات، كلنا إحنا عاقل. طب عندي كلمات جمع غير عاقل مثل كتب، قطط، بيوت، مساجد، أقلام، ألوان، كل هذه الكلمات غير عاقل لا يوجد بها عقل. طيب هل يجوز أن أستخدم نفس اسم الإشارة لجمع العاقل وغير العاقل معا؟ لا، انظروا معي، أنا عندي هنا الجمع عاقل وغير عاقل. الجمع العاقل أستخدم له اسم الإشارة هؤلاء، مثل هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات، هؤلاء أطفال، هؤلاء معلمون، هؤلاء مدرسات. يستخدم هؤلاء مع الجمع المذكر وجمع المؤنث، لكن العاقل فقط، هؤلاء تستخدم للجمع العاقل فقط. طب والجمع غير عاقل، قطط وبيوت ومساجد وكتب، نستخدم لها اسم الإشارة هذه، وهي الشاذة في القاعدة إن اسم الإشارة هذه يستخدم للمفرد المؤنث
ويستخدم لجمع الغير عاقل، وهذه أيضا تستخدم لجمع الغير عاقل. أولاد، عندي هنا صورة أولاد. أولاد يا ترى هي كلمة مفرد ولا جمع؟ جمع، لأنها دلت على أكثر من اثنين. طيب أولاد هنا مذكر أو مؤنث؟ مش هتفرق، لأن أنا عندي اسم الإشارة للجمع يستخدم للمذكر والمؤنث معا. طيب عاقل أم غير عاقل؟ هذا هو السؤال المهم. الأولاد عاقل، إذا اسم الإشارة المناسب لكلمة هؤلاء، لكلمة أولاد، هي هؤلاء أولاد، يبقى اسم الإشارة المناسب هنا هؤلاء أولاد. بنات كذلك برضو سنقول هؤلاء بنات، لأن البنات هنا جمع عاقل. أقلام، قلم وقلم وقلم، أقلام كلمة جمع ودلت على غير عاقل. طب أستطيع أن أشير إلى هذه الكلمة بهؤلاء أم هذه؟ تذكروا معي، هؤلاء غير عاقل، واسم الإشارة للجمع غير العاقل هو هذه. أحسنتم، هذه. إذن سأشير إلى هذه الصورة وأقول هذه أقلام. كتب، كتب أيضا جمع غير عاقل، وأشير وأستخدم اسم الإشارة هذه، هذه كتب. طيب سؤال، ضع اسم الإشارة مناسب مكان النقاط. هيا نقرأ كل جملة. أولا نقط، قطط. طب تعالوا ناخد كل كلمة ونحللها. قطط مفرد ولا جمع؟ جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. طب اسم الإشارة اللي بنستخدمه مع الجمع غير عاقل هو هذه، هو اسم الإشارة هذه. إذا هذه قطط. المثال الثاني، معلمون. كلمة معلمون مفرد أم جمع؟ جمع. طيب معلمون عاقل أم غير عاقل؟ عاقل. أحسنتم، إذا اسم الإشارة المناسب لكلمة معلمون هو هؤلاء، يبقى اسم الإشارة هؤلاء. طيب المثال الثالث، تلميذة مجتهدة. تلميذة مجتهدة، تلميذة هنا دلت على المفرد المؤنث، دلت على المفرد المؤنث. طب سهلة جدا، احنا قلنا المفرد يا هذا يا هذه، وهذا مع المذكر وهذه مع المؤنث، يبقى تلميذة نستخدم معها اسم الإشارة هذه. أحسنتم، هذه تلميذة. فلاح نشيط، فلاح كلمة دلت على المفرد ودلت على المفرد المذكر أيضا. طب وما هو اسم الإشارة اللي بنستخدمه مع المفرد المذكر؟ هذا. أحسنتم، وسنقول هذا فلاح. المثال الخامس، بنات جميلات. كلمة بنات هنا دلت على الجمع العاقل، فإذا نستخدم مع الجمع العاقل من أسماء الإشارة اسم الإشارة هؤلاء، نستخدم ايه؟ اسم الإشارة هؤلاء. مهندس، المثال السادس، مهندس ماهر. مهندس هنا كلمة مهندس دلت على المفرد ودلت على المذكر، إذا اسم الإشارة اللي بستخدمه مع المفرد المذكر هو اسم الإشارة هذا، هذا مهندس. هيا نقرأ الأمثلة كمان مرة. هذه قطط، هؤلاء معلمون، هذه تلميذة مجتهدة، هذا فلاح نشيط، هؤلاء بنات جميلات، هذا مهندس ماهر. طيب هيا نصوب الخطأ. صوب ما تحته خط. عندي هنا الجمل فيها أخطاء. طب أول مثال، هؤلاء عصافير. ركزوا معي جيدا، قلنا سابقا أن هؤلاء تستخدم مع الجمع العاقل فقط. طب هل كلمة عصافير جمع عاقل؟ لا، عصافير هنا جمع غير عاقل. طب ما هو اسم الإشارة اللي نستخدمه مع جمع الغير عاقل؟ هو اسم الإشارة هذه. إذن كلمة هؤلاء خطأ، ونستخدم كلمة هذه، وستكون الجملة هذه عصافير. المثال الثاني، هذا معلمة. إزاي معلمة هنا دلت على المؤنث، هل يجوز أن أستخدم اسم الإشارة هذا؟ ليه؟ اسم الإشارة هذا يستخدم مع المفرد المذكر. طب ما هو اسم الإشارة اللي بنستخدمه مع المفرد المؤنث؟ هذه. يبقى أنا عندي هنا كل الكلمة الصحيحة هذه معلمة. المثال الثالث، هذه طبيبات. طيب كلمة هذه هنا خطأ، لماذا؟ كلمة طبيبات دلت على جمع العاقل. طيب جمع العاقل بنستخدم له إيه؟ هذه؟ لا، لأن هذه تستخدم مع جمع غير عاقل، لكن
اسم الإشارة اللي بيستخدم مع الجمع العاقر هؤلاء، هؤلاء طبيبات. انظروا صح، هؤلاء طبيبات. المثال الرابع، هذه تلميذ. تلميذ هنا دلت على المفرد المذكر. طب والمفرد المذكر نستخدم له هذه؟ لا، نستخدم له ايه؟ هذا. يبقى أنا عندي هنا هذه خطأ ولازم نضع هذا، يكون الجملة هذا تلميذ. إذن يا صغاري هيا نقول ثانية، أنا عندي أسماء إشارة هذا وهذه وهؤلاء، لما تكبر في المرحلة القادمة ستأخذ الأسنان الأخرين. يبقى أنا عندي هذا وهذه وهؤلاء، هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث وإيه؟ وجمع الغير عاقل. أما هؤلاء، هؤلاء تستخدم لجمع العاقل فقط. كمان مرة، هؤلاء تستخدم لجمع العاقل فقط. وهذا هو المطلوب منك في هذا الدرس، وشكرا جدا جدا لكم يا صغار.